مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، عدنا اليكم لنوافيكم بهذه التحركات التي تحصل في طرابلس الشمال عموما ولبنان بشكل عام، طبعا بسبب الانهيار الكبير الذي تشهده الليرة اللبنانية مقابل الدولار. كما نشاهد واياكم نحن الان في منتصف طرابلس، يعني عند تقاطع ال200، حيث الطريق مقطوعة من كافة الاتجاهات، وهنالك طبعا تجمعات للعديد من المواطنين وقطع للطرقات بشكل كامل، سواء في الإطار بالإطارات غير المشتعلة أو حتى بحاويات النفايات. كما نشاهد أيضا وإياكم في هذه الصور هنالك تواجد للجيش اللبناني من أجل يعني تنظيم عملية سير المواطنين يعني الذين يعني يتوجهون إلى وسط المدينة، وبالتالي منعا لأي ازدحام أو تصادم قد يحصل. كما نشاهد زحمة سير خانقة تكون عند النقاط المقطوعة فيها، هنالك عدد كبير طبعا من المواطنين يعني كان قد يعني التزم في بيوته بسبب هذه الموجة الغاضبة التي يشهدها الشارع هذا اليوم بعد الانهيار الكبير الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أو بالأحرى سجلته الليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار. هنالك استمرار وإصرار على الاستمرار في قطع الطرقات. شباب مين في هون لا توجد هنالك يعني مجموعة منظمة بشكل أساسي، يعني هنالك ليش اليوم عم بيكون في اصرار على قطع الطرقات مع انه هذا الشيء يعني ما جاب نتيجه بالمراحل السابقه؟ نعم، اول شيء اخي الكريم هي صرخه جوع، صرخه وجع، صرخه فقير. هو ليش بتقلي ليش لهلا صبرتوا ونزلتوا؟ نحن صبرنا على امل في تغيير، على امل انه نحن في انتخابات صارت وصار في تغيير وفي حل جذري شبه جذري للمواطن هلا، فهن ما نون قبلينين يكملوا مع الشعب مع المواطن الفقير. فالمواطن والفقير هيعمل صرخه وصرخه وجع ضدهم للسياسيين اللي هن عم يلعبوا بالشعب. مثل ما نحن طلعناهم نحن عم ننزلهم، هيدي صرخه وجع، هيدي صرخه فقير. اسمعوا يا سياسيين يا كبار اللي انتوا عم تلعبوا بالشعب والدولار، افهموا انه الجوع ما يستثني حدا، هياكل الاخضر واليابس، افهموا ما يستثني حدا، ويعطيكم الف عافيه. اذا مشاهدينا الكرام نحن ما زلنا مستمرون معكم. بس الشعب شو ناطر خلص اوجه. إذا مشاهدينا الكرام نحن ما زلنا مستمرون معكم، هنالك يعني مناوشات تحصل ما بين الجيش اللبناني وبعض المواطنين طبعا بسبب قطع الطرقات، هنالك احتجاجات طبعا من قبل المواطنين الذين قطعت الطريق أمامهم. الجيش يتدخل لعدم حدوث أي احتكاك بين المحتجين وما بين المواطنين العالقين. كما نشاهد يعني عشرات المواطنين يقفون في هذه الأثناء هنا عند تقاطع ال200، يصرون على قطع الطرقات من كافة المنافذ. هنالك تواجد لافت جدا للجيش اللبناني، الطرقات كما نشاهد مقطوعة بالإطارات غير المشتعلة وأيضا بمستوعبات النفايات. الكاميرا معلم انه بدنا نسافر بالبحر ما خليتونا، بدنا نعيش ما خليتونا، هسه شو ناطرين؟ هسه شو ناطرين؟ الشعب شو
شعبي اتو حتى لهلا نسيتو ساكت. اذا مشاهدينا الكرام يعني كنا شاهدنا هذه الموجة الغاضبة في كل المناطق اللبنانية وتحديدا هنا في الشمال في طرابلس، غالبية الطرقات قطعت منذ ساعات الصباح الأولى وما زالت مستمر القطع حتى هذه الساعة، رغم أنه يعني فضت الاحتجاجات في بعض الأماكن ولكنها متجددة. هنا عند تقاطع الـ200 الطريق مقطوعة بشكل كامل، وأيضا هنالك تواجد كبير للجيش اللبناني منعا لحدوث أي تصادم قد يحصل ما بين المتظاهرين وما بين المارة. هذا كان كل شيء مشاهدينا الكرام، لكل جديد ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. علام الجيش بعد ويتركنا وبس نمنيك عرضه للسياسيين بس. يلا اذا هذا كان كل شيء، الى اللقاء.